كنا ندعوس العنب برجلنا مشان يصير عصير. بالله كنا نتسلى كتير. قديش صارت الساعة؟ والله أنا رح أفطس من الجوع. يلا يا صبايا تعالوا الأكل جاهز. أوف. رح خبر سراب ورفقاتها. ماشي أنت روحي خبريهم. بسرعة قبل ما يشوفكن حدا. انتو عدوا أنا بناديله. ماشي سراب. صبايا انتو جوا شي؟ برأيي حطوا القنبلة بهديك الزاوية وحطوا الوثائق وباقي الأغراض بهديك الخزانة. أوف، يعني هلأ وقتها؟ ما في هون شي لمبة احتياط؟ وين بدي لاقي لمبة بهالعتمة؟ انتو خلوكن، رح فك شي لمبة وجيبها لهون. بس انتبهوا، سراب وين كنتوا؟ شوفي رحت لناديلكن على العشاء بس ما لقيتكن بغرفتكن. نزلنا الشناتي على الأبو لأنه ما بيسعوا بالغرفة. يي؟ يعني البنات تحت هلأ؟ وانتي شو دخلك إذا تحت ولا فوق؟ لا تكوني بدك تحاسبيني. على كلين إذا حبيتوا العشاء جاهز. حبيبتي إليف أنت وين كنتي؟ الأكل تبعك رح يبرد. وينهن البنات؟ قال في عندهم شغل بيجوا بعدين لا تشغلي بالك. وشغل شو عندهم؟ كانوا عم بينقلوا شنتيون للأبو. وليش لهنيك؟ يمكن حتى ما يعجقوا الغرفة. ليكون في ذهب بهالشناتي وما بنعرف، ما عرفوا يلاقولن مكان يحطوهم فيه. ايه والله شو هالشغلة؟ بعدين أنا كنت ناوية نظف الأبو بكرة فوق هالكركبة، لسه بدي أتلبك بالغراض تبعهم. دخيلك خالة عدلية لا تحكي معهم شي، أساسا عصبت علي بلا ما تزعجك بشي كلمة. ايه وين قررتوا تحطوا القنبلة؟ لا تحطوها بمكان يشوفها حدا. شو انتي بدك تعلمينا شغلنا؟ امتى رح تعيروا المؤقت؟ أساسا معير لك 18 ساعة، نحن بس رح نكبس على زر التشغيل. تفضل شيخي، الصبايا عم يستنوك، بدهم يستشيروك بشغلة. خليهم يستشيروا، أصلاً أنا صاير مستشار، فهمنا أنه أنا شيخ بس الواحد في عنده حياته الخاصة، لكن حبسنا بهالبيت وما عطلعنا، يلا ناديل هون. تعالوا، أوف. يلا يا بنات تعالوا. تعالوا لشوف، ما شاء الله عليكم، شو هالملائكة، الله يحميكم يا رب. إيه، يلا حكولي بشو بدكم تستشيروني، خير شو مشكلتكم؟ شو هذا ليل نهار؟ والله انصرعت، بكفي بقى، الجرس ما عم يسكت ولا لحظة، الدكاكين والصيدليات مسكرة بس الشيخ شغال طبعا لأنه شيخ مناوب. الشيخ نايم، يلا على بيتك. مساء الخير. ما حلوة منك، أنا زبون خاص. قلي له إجا الضابط وقلي له بدي أحكي معه بخصوص إليف وشيخك رح يفهم فورا. يلا وانت اختفي فورا من هون، لا شفتي شي ولا سمعتي اي شي، يلا اختفي اختفي من هون. ما شاء الله ما شاء الله، شايف انه نفعتكم القراية والنفخ، وجوهكم تفتحت مثل الورود، كل فترة تعالوا لعندي مشان اقرالكم. ما شاء الله يا عيني عليكم. بابا؟ شو؟ في ضابط جاي يشوفك. أنا جايب لك معي سلام كبير من قرايبك. قرايبي؟
ومين قرايبي؟ الضابط قدرت. دخيل اسمك يا ربي. بنتي خدي الصبايا واطلعي لفوق. يلا بنتي يلا يلا لشوف. وصحكم تنزلوا لتحت. ها بعصب عليكم. سيدي والله العظيم انا ما عندي خبر باي شيء. البنت إليف راحت لحالها لعند الضابط قدرات، بس انت لا تاكل هم. انا اعطيتها درس وكسرت لها كل عظامها. وبعدين يا سيدي مثل ما انك شايف الله تعالى هداني ولقيت الطريق الصح. الف الحمد لله. انا تذكرت مشان موضوع المصاري. صدقني انا ما لمستهم، وان شاء الله بتنشل ايدي اذا بديتها عليهم. بس الملعون فريد هو اللي حط براسي شغلة الابتزاز وهالقصص. الله وكيلك، حتى اخذ كل المصاري وهرب وما عاد بيا. يلي فهمته من كلامك انكن ابتزيتوا ضابط وكأنكن ما عملتوا اي شيء، وهو خاف واعطاكم المصاري مو؟ ايه. ليش انت ما اجيت مشان هذا الشيء؟ لا والله انا اجيت لحتى اعرف ليش اخذتوا منه مصاري. انت شو عم تخبص كمان؟ ومين بتكون يا اخي؟ ليك الوقت تأخر، الاحسن تروح على بيتك. يلا روح على بيتك، بعدين هديك القصة سكرتها من زمان. يلا الله. عن جد؟ يمكن انت سكرت هديك القصة، بس انا هلا راح افتحها. يا ربي يا ربي. وهلا احكي لشوف القصة يلي بينك وبين الماريشال شو هي بالضبط؟ يا أخي شو هالقصص اللي راح تكون بيناتنا؟ ما بتربطني في أي علاقة. يلا اطلع من هالبيت ولا تضيق لي خلقي، والله بتصل بالشرطة. بدك تطلب لي الشرطة؟ طبعا. ماشي انت لا تعذب حالك، انا اللي راح اتصل بالشرطة. ايه كم بنت في هون؟ في شي 15 ما هيك؟ تقريبا في شي 15 وحدة. وكلهم أعمارهم صغيرة. يا ربي. بتعرف إذا الشرطة بيجوا لهون وبيشوفوك بهالمنظر هاد شو راح يفكروك عم تسوي مع البنات؟ يا أخي أنا ما بحب هالحكي بالمرة، أنا بس عم ساعد هالبنات لوجه الله تعالى. عن جد يا شيخي؟ طيب معناها لوجه الله تعالى أنت راح تقدم لي هالمعروف إلي. شو قلت؟ ولك يا رب دخيلك شو القصة هي. وهلا احكي لشوف، من وين بتعرف الضابط قدرت؟ شو إلك معه علاقه؟ دخيلك يا ربي، يعني شو رح يكون إلي علاقه معه؟ الله وكيلك ما في بيناتنا شيء. ولك خبرتك عم تقول في بينات خراب الدم ولك. مرتي الله ياخذ روحها ويخلصني منها، اصلا كل مشاكل وهمومي من تحت راسها الغبيه. لكن ليش انتم ابتزيتوا الضابط قدرت ها؟ ليش؟ صدقني ما فيني إلا قاسدي، والله العظيم إذا بقول لك لحتى يذبحني ويقطعني شقف شقف. لكن رح يذبحك. إيه تعال معي لشوف. تعال وقف لا تتحرك. اسمعني، معناها في إلك عندي خبر ما رح يسرك أبدا. إذا أنت ما حكيت اللي لازم تحكيه أنا هلأ يلي رح يقتلك. يا الله دخيلك كرمال الله لا تعملها. بس إذا حكيت اللي لازم تحكيه وقتها رح تضل عايش وما حدا رح يقرب عليك، والشي اللي رح تقوله رح يبقى سر بيناتنا وما حدا رح يعرف فيه. وهلأ يلا قلي لشوف شو القصة اللي بينك وبين ضابط قدرت كراي. سيدي كرمال الله لا تعلقني مع هالزرمة، أنا غلطت غلطة وسكرت على القصة وانتهينا. أخ يا الله. يلا جاوبني شو العلاقة اللي بيناتكن؟ قلي ليش الضابط قدرت كراي بيخاف منكن؟ ما فيني، حتى لو قوصني وحتى لو دبحتني ما فيني أحكي يا زلمة، والله العظيم أنا ما فيني أحكي. ليك كبست عالزينات 5 مرات وما طلعت الرصاصة، معناها الرصاصة رح تطلع هلأ. يا ربي هلأ أحكي لشوف شو صار يلي بيناتكن. أشهد أن لا إله إلا الله. يلا احكي ولا راح اكبس على الزناد. ها خلاص ماشي لا تعمل شيء، انا راح احكي بس ايم المسدس من راسي. خلاص راح احكي. يا ربي هي اليف، اليف جابها الضابط وهي مالها بنتي. القصه انه اليف مو بنتي، اليف مو بنتي. يا الله
ما فهمت يلا عيد الحكي. انا قلت لك شو ذنبي اذا انت ما فهمت؟ عيد الحكي. قلت لك انه الضابط يلي جابها لاليف لعنا وهي صغيره يعني ما انا بنتي. يلا كرمال الله تركني بقى. اليف قلت لي انه ما انا بنتك؟ والضابط قدرت جاب لكم اياها؟ بسيطة. يا ربي لك انا ما حكيت لك كل شيء. يلا اتركني بحالي. المسدس فاضي؟ ايه فاضي ولا؟ الله لا يسامحك على العبلة. يعني قصدك انا خيبت لك املك؟ ويا ريت لو اني ميت مو هيك؟ بعرف ليش عم تحكي هالحكي، متمنية لو اني ميت لانه مخططاتك انتزعت مشان يخلالك الجو مع ضياء. عزيز انت شو عم تحكي؟ انا شفت كل شيء، كل شيء بالجامعة وبالمطعم، كنتوا سوا لحالكم. كيف؟ ان شاء الله نسيتي آلامك وضياء قدر يواسيكي. انت خلص انتهيت، ما عاد في واحد اسمه عزيز بحياتي. عشق صبر سرقني مش ميرسة، عشق حسرت دملنر مش سرقيني. شو انت عاملني لعبتك؟ انت ما بدك بتختفي وبتغيب عني، وانت ما بدك بتطلع قدامي. رح قلك شو صار. أنا كنت دائماً أحلم بهاللحظة، وقلت وقت تشوفيني رح تضميني، ولما كنت بعيد عنك عرفت قيمتك أكتر واكتشفت أني بحبك. بس أنت مو همك غير تحققي معي لأني عايش. لا مو هيك أبداً. شو لكان؟ لأنه حضرتك قبلاً لخدعتي وضحكت علي وكذبت علي، وأنا ما بستاهل تصرفاتك هي معي. لك أنا كل مرة عم بنهار من الزعل وعم حس حالي رح أنفجر. انت اليوم متت عن جد بالنسبة لي، وعزيز ما عاد موجود بحياتي ابدا. مات. عشق صراط كبرسي مش ميرسي. وانت متي بالنسبة لي، ما عاد في وحدة اسمها إليف بحياتي. نزار وين كنت لهلأ؟ متت من القلق عليك. حبيبتي ليكني اجيت، وخاصة اني حليت كل شيء واجيت. بكرة عزيز رح يلبس بدلته العسكرية ورح يطلع بكل حرية، ورح يروح لعند الضابط قدرة كاراي ويقول له انا اجيت سيدي. انت متأكد من هذا الشيء؟ يعني بلكي رجعوا يحاولوا يعملوا شيء ويأذوا ابني. لا تاكلي هم، ما فيهم يساووا شيء. صار في بين ايدي معلومة ضدهم ما بتتخيلي قديش مهمة، وإذا هالمعلومة انكشفت للعالم قدرة كاراي ما عاد يقدر يطلع على الشارع، وطبعاً عيلته ما رح يكون وضع أحسن. نزار بترجاك، الظاهر إنه هالشغلة خطيرة كتير، لو سمحت ممكن توضح لي أكتر. جلنار مو طالع بإيدنا شي، هذا هو قانون الحياة، لازم نحكي مع كل واحد بالطريقة اللي بيفهمها. وبعد هلأ ما عاد تفرق معي شو ما صار، وما في أي شي بحياتي إلو قيمة أكتر منكن. بس في شغلي علقت براسي. أنت كتبتي بالرسالة أني ما كنت حنون عليكن وما حبيتك بنوب، مظبوط؟ أنت بتعرفي أنه زواجنا ما كان زواج عن حب، أو لنقول أنا هيك فكرت. بس باللحظة يلي حسيت فيها أني ممكن أخسرك، بهديك اللحظة عرفت أني كتير بحبك، وما فيني أعيش بلاكي.
حتى بتعرفي غلطي الوحيد اني لهلا ما قلت لك هالحكي. حبيبتي انا عن جد كثير بحبك، رح تسامحيني اكيد. في قطة جوا. خالة عدلية؟ نعم حبيبتي. وينو مفاتيح الأبو؟ شو بدك تعملي بمفاتيح الأبو بنص الليل؟ في قطة محبوسة جوا وبدي طالعة. بس بنتي هداك الباب ما بينقفل، على طول مفتوح. معناتها سراب اللي قافلته. طيب أنا رح أروح وأسألها. سراب؟ خير؟ شوفي انتي اللي قفلتي باب الابو؟ شو عم يصير؟ في قطة عصيانة بالابو ولازم نطلع بسرعة. اعطيني المفاتيح مشان نطالع. ما بصير. يعني بدك القطة تبقى هنيك للصبح؟ بعدين رح تنزع كل اغراضنا كمان. خلص نحن منطالعة، انتي روحي نامي. بنتي جبتي المفاتيح؟ لا والله، قالوا إنه هن بيطالعوها. أستغفر الله، شو قصتهم هدول بيحكوا بين بعض بالسر وحطوا شناتيهم بالأبو وقفلوه كمان؟ أعطيني المفاتيح لشوف. شو أنتي المديرة اللي حتتقفلي الأبواب على كيفك؟ ماشي، شو بدكم؟ إيه؟ الظاهر أنتم نسيتوا مين يلي جابكن لهون. كيف بتحكي معها هيك وهي بعمر أمك؟ خلص طولوا بالكن وبلا ما نفيق البنات بنص الليل. سراب يلا افتحي الباب، وخالة انتوا روحوا ناموا، نحن منطالع القطة. يلا ماما خلونا نطلع. استغفر الله، وكأنه عم بيخبوا الذهب بهالأبو. القطة الملعونة مشغلة المؤقت تبع القنبلة. شو صاير بالقنبلة؟ بلش المؤقت تبعها. ايه يلا وقفي بسرعة. هاي أنا عم حاول. اعملي شي رح تنفجر فينا. ما بدي موت هون، أنا رايحة. لك وطي صوتك بعدين بيسمعوكي. بس لما تنفجر القنبلة رح يسمعوا. حاج تتناقر ومو طالع بإيدنا شي، نحن رح نترك المكان قبل ما تنفجر. صحيح ما خلصنا الخطة بس مو مشكلة، بهالوقت بيكونوا هون. وأنا شو بيعرفني؟ بس أكيد أنا ما رح كون.
يا ترى شو مخبيه؟ ما بيصير هيك، قعدي وكلي مثل الخلق. ماما انا تاخرت. انتو شو عم تخبوا بالابو لحتى تقفلوا الباب؟ انتو ليش فورا بتحققوا معي باي شيء بصير؟ جبت رفقاتي لهون بس طلعتوا هالشغله من عيوني. ايه لازم تحترموا هالمكان. شو هذا حاملين المفاتيح وما في غير نازلين طالعين من الابو؟ ما حكينا معكم شيء، بس ليش لحتى تكسروا القفل؟ عن جد كاسرين قفل باب الابو؟ ايه كاسرين القفل، وانا ما عاد اتحمل تصرفاتهم، لسه بدي نظف الابو ورتبه. ايه بس انا قفلت الباب وطلعت. وليش لحتى تقفلي؟ انتو شو عم تخبوا عنا؟ خلص خالي عدليه، بترجاكي لا تعصبي، انا يلي كسرت القفل. وانا كمان صار عندي فضول وفكرت انهم مخبيين شي جوا، وبعد ما هن طلعوا لفوق فتحته بالسكينة وفتت. بس ما لقيت شي جوات الأبو. أنا طلعت ظالمتكم، بترجاكم سامحوني. قلتوا عني عضو بالمنظمة وسكتت، حاولتوا تطلعوا اسمي مع ضياء وسكتت. عن جد كتير زودتوها. خلص يا رب، صار سوء تفاهم، عيب عليكي. خلص اعتذرت منك، شو بدك يا بنات؟ يلا انزلوا على الأبو لموا غراضكم، بدنا نروح. وخليهم يتهنوا بهالسكن. ماما أنا شو عملت؟ هدول رايحين بسببي أنا. لا تزعلي. هاي فرصتنا، خلونا نهرب من هون فورا. بعد ما صارت هالقصة مستحيل يشكوا فيني. مزبوط، وانت يلا تفقد القنبلة آخر مرة بلا ما يصير لنا شي. ديروا بالكم ما بدنا يصير أي غلط. انت رايحة معنا كمان؟ لا، انتوا سبقوني، في الكاميرا وغراضي فوق، رح آخدهم وبطلع. ماشي، بس قبل ما تطلعي بتشوفي القنبلة، وإذا صار شي بتحاكينا. ماشي. يلا يا بنات روحوا على جامعتكم. بترجاكم لا تأخذوني، أنا جبتكم لهون بس تبهدلتوا، بعتذر منكم على اللي صار. بتعرفي لما اجوا هالبنات شناتيهم كانت تقيله كتير، وبالزور قدرانين يحملوهم، بس طلعي هلا كانه ما في بقلبهم شي. استني انا رح انزل شوف الابو. الو، بعت لي الضابط نزار لعندي. ادخل. خلص ما عاد في داعي. سيدي تفضل. انا شايفك متقل حالك علينا. وين الامانه تبعي؟ ليش لهلا ما سلمتني اياها؟
سيدي أنا عم جهز التقرير، لهيك ما لقيت فرصة. ليش مين يلي طلب منك تقرير؟ والله ما حدا طلب، بس مجرد فضول. سيدي نتيجة التقرير اللي عم ساويه بعتقد أنه بتخصكن الكن. وشو نوع هالخصوصية بقى؟ سيدي لو تسمح لي أنا حابب أني رجع سيادتكن 20 سنة لورا. والقصة كانت بجامعة اسطنبول المركزية، كان فيها طالبين وهالطالبين بيحبوا بعض ومقررين انهم يتزوجوا، بس اخوها لهذيك البنت كان رافض هذا الزواج وواقف ضد حبهم لانه حبيبة لاخته كان شاب بيترأس الرجعيين بالجامعة، والاخ حاول يمنع العلاقة بس ما قدر يوقف اخته وهيك تزوجوا. بعد فترة كتير قصيرة بيجي الخبر المفرح يلي قلب كل الموازين، هدول الجوز العشاء رح يصير في عندهم طفل، بس للأسف صارت شغلة خربت كل شي ونزلت غيمة سودة على سعادتهم واتطلقوا العشاء، والبنت قاومت لحتى تولد يلي ببطنها، بس أخوها للبنت لعب معها لعبة فظيعة ما حدا بيقدر يتخيلها. ويوم اللي خلقت الطفلة أخوها عطاها لعيلة تانية، وراح قال لأخته بنتك ماتت فورا تصور. خير ما عمل أخوها، ولا بدك إياه يربي بنت واحد رجعي إرهابي ويكبرها بإيديه؟ وهيك رأيي. طالما نحن متفقين فيك تفهمني ليش عم تحكي لي هالقصة هلأ؟ الشيء اللي ممكن نفهمه من هاي القصة سيدي، إذا لزم الأمر حتى أكثر الأسرار العائلية الخاصة ممكن تطلع وتنكشف، ولهيك كنت عم أقول لحالي هالزعل والجفا اللي بيناتنا ليش ما بنحط له نهاية؟ المسدس وقضية الآنسة سهام منقدر نمسح كل هالقصص ما؟ وشو مقابل هذا الشيء؟ راح تشوفوه فورا سيدي. أنا مليت من اللف والدوران والكذب، لما كانت بعيدة كان سهل خبي القصة، بس هلأ هي حدي وعلى طول قدامي، وأنا خايفة أزلق بشي كلمة وتعرف اللي مخبينه. معناها انسي كل شي واعملي مثل ما عملت بالضبط، امسحي كل شي من ذاكرتك نهائيا. ماشي رح انسى، بس القدر كل فترة عم يذكرنا، ويمكن لهالسبب كل فترة هديك بتطلع قدامنا. نحن ما رح نقدر نتحدى القدر ولا نهرب منه. ادخل. مدام رنا، اجوا الأخصائيين النفسيين. ماشي، أعطي خبر لكل البنات، ما بدي وحدة تغيب، وفيكن تجيبوا كل بنت محجبة. اتصلت بالجمعية تبعنا وخصصت مكان لأعضاء جمعيتنا، هنن رح يكونوا موجودين بالفطور كمان. حلو كتير، أنا شايفة إنه فطورنا رح يكون كتير مسلي. سهيلة، شو بدي أعمل لحتى أقدر خلي سراب تسامحني؟ أنت عملتي اللي عليكي، اعتذرتي منها بس هي ما قبلت، وبدك الصراحة هي لقتها فرصة لقلعها لأنه من الأول ما حبتنا، بس على القليل لو قالت إنها سامحتني. طيب مشان ترتاحي ليش ما بتحكي مع ضياء؟ والله فكرة منيحة كتير، بركي بيحاول إنه يصالحنا.
لا تقلقي كتير سهلة. ما فهمتم بالمرة. وحتى شوفي مكتوبين هون كمان. فرجيني ياهن وينهم. دكتور محمد جاي. لو سمحتوا تعالوا لهون شوي. يلا الكل اتجمعوا هون. يلا يلا يلا. المحجبات ما يفوتوا على المحاضرة. دكتور كرمال الله لا تعملوا هيك، على القليل نحضر الدروس. يا بنتي ما في شيء. كل القصة الدكتورة رنا عزمتكن على الفطور اليوم. عزمتنا؟ بعد كل شيء عملته فينا لسه عم تعزمنا على الفطور؟ ليش انتوا بالاساس ما كان بدكن تحكوا مشاكلكن للإدارة؟ هاي اجتكن الفرصة. شو القصة؟ بتشوفوها وبتحكوا لها كل شيء. يلي في عنده نية تدرس بتروح على هالعزيمة. يلا سهيلة. أنا ما رح روح. ليش؟ لأني ما بثق بنوب بقصص الدكتورة رنا، وهالمخلوقة كل ما بتعمل شغلة بيكون وراها مصيبة. لو بدها تعمل شي لعملته بالجامعة، بركي حست حالها غلطانة وندمت على اللي عملته. أنت هيك قلتك؟ أنا شو بيعرفني؟ بس لازم نروح مع البنات لنعرف شو قصتها. يلا تعالي معي لشوف. يا بنات المكريات قدام الباب الرئيسي، رح يمشوا بعد شوي. يلا خفوا رجلكم. شو القصة؟ أخدينهم رحلة؟ وأنا شو بيعرفني؟ تعالي لشوف انتو لوين رايحين. دكتورة رنا عزمتنا على الفطور. والله؟ ايه ماشي روحي. عمتي من وين طلعتي بشغلة الفطور؟ حابة اسمع مشاكل طالباتي المحجبات. لا تواخذيني، بس انتي مشكلتهم. ايه منيحة كتير، بلكي منوصل لحل. بدك تعتذري منهم؟ طيب انتي شو رأيك؟ شو ساوي؟ مثلا احمل سلاح وقوصهم؟ حبيبتي لا تتدخلي بشغلي. يلا بعدين أنا بعرف إنك اعتذرتي من إليف لحتى تنفدي من العقوبة. وهلأ إذا بتسمحي لي أنا بدي روح لأفطر مع طالباتي. بابا شو حكيت مع المارشال قدرت؟ بابا ما حكينا شي مهم، بس تراجعنا ذكرياتنا القديمة وذكرته بشغلة كان نسيانا وبأهميتنا لبعض. ما شفته كيف عم يعاملك بلطف؟ ايه بلا. انسى، لا توجع راسك بهالشغلات واهتم بشغلك. تذكرت عقال ولبقى تلحق هديك البنت، ميت مصيبة حلت علينا بسببها. لا تشغل بالك، القصة انتهت وما عاد في وحدة اسمها إليف بالنسبة إلي. طيب رح نشوف. دوقي هاي الشوكولا كمان، صدقيني كتير طيبين. حبيبتي جلنار أنا فرحانة لأني شايفتك مبسوطة، بس أنتي عن جد منيحة؟ منيحة وحتى كتير منيحة، كأنه كل همومي طارت وحلت عني. ما عاد في عندي حزن ولا تعاسة. طيب يا ترى في شي سبب خلاكي هيك؟ اي طبعا في، معقولة ما يكون في؟
وحتى أنا في عندي سبب كتير حلو. أهلين ست إنجي. أنا عم بحلم؟